أسعد باستضافة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي الذي ينضم إلينا مباشرة من الرياض عبر الهاتف. دكتور أهلا بك معنا عبر شاشة العربية. أهلا وسهلا بكم وسعيد بلقائي معك أستاذ. ونحن أسعد مع الوزير. يعني قرأنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه تساؤلات كثيرة أبرزها حول آلية احتساب وزارة التعليم لحضور وغياب الطلاب الذين لم يأخذوا اللقاح عند بدء الدراسة، هل بإمكانكم أن تفيدونا وتفيدوا المشاهدين بتوضيحات أكثر؟ بدون شك نؤكد التنبيه على اشتراط حصول جميع طلاب وطالبات المملكة لمن أعمارهم 12 سنة وأكثر في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية، هذا شرط ضروري. بالنسبة لطلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم غير مكتمل التحصين بجرعتين فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية. وبالنسبة لطلاب التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبا حتى استكمال التحصين بجرعتين. في هذا السياق نحث جميع أبنائنا وبناتنا وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالحرص والاهتمام والمبادرة لأخذ اللقاح حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة، وحتى نحقق جميعا بإذن الله عودة آمنة لمدارسنا عاجلا. نعم، مع الوزير ذكرتم كذلك في المؤتمر الصحفي أن المناهج التعليمية خضعت لأكثر من 120 ألف تعديل خلال العامين الماضيين، هل أخبرتمونا عن أبرز التعديلات الجوهرية في هذه المناهج؟ هناك تغيير في الخطط الدراسية، هناك إضافة مواد جديدة، هناك أيضا إعادة صياغة لمواد، هناك تعديلات علمية وتعديلات لغوية حصلت لابد من استعراضها وسيأخذ استعراضها الوقت الكثير، لكن من ضمن الإضافات منهج جديد للمهارات الحياتية والأسرية من للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة وهذا كتاب مقرر وله حصص مما يعني تغيير في الخطة الدراسية، إضافة حصص إضافية لمواد تهمنا في الاختبارات الدولية مثل العلوم والرياضيات، وإضافة جوانب إثرائية في مناهج هذه المواد، أيضا تطبيق اللغة الإنجليزية من السنة الأولى الابتدائية إلى ثالثة ثانوي، كانت في البداية تطبق من رابعة ابتدائي، أيضا تطبيق مناهج جديدة مثل التفكير الناقد في ثالثة متوسط وفي الأول ثانوي، وأيضا مواد جديدة بمعايير عالمية من مثل التربية الرقمية من الرابعة ابتدائي إلى الثالثة ثانوي. هذه باختصار يعني بعض التغييرات الرئيسية التي حدثت في المناهج، وبإذن الله ستكون إن شاء الله مكللة بالنجاح بتعاون الجميع. جميل. نعم دكتور حمد لو سمحت لي فقط سؤال أخير، في المؤتمر الصحفي كذلك ذكرتم أنه جرى تدريب أكثر من 331 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف هذه، على ماذا تدربوا بالضبط؟ تدربوا على المناهج الجديدة وعلى طرق التدريس وعلى جوانب تهم الخطة الجديدة وتهم طرق تدريس المواد وما تم تحديثه في هذه المواد بالنسبة لهم، والحمد لله معلمينا على مستوى من الكفايات، ولكن التطوير المهارات المستمر هو منهج تنهجه الوزارة من أجل الرقي بمستوى المهارات والمعارف لزملائنا من المعلمين والمعلمات. طبعا هم 331 ألف معلم، ولكن عدد الدورات 450 ألف، يعني هناك بعض المعلمين الذي أخذ أكثر من دورة خلال هذا الصيف. أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم معنا هذه الليلة والإجابة على أسئلتنا. دكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي كنت معنا مباشرة من الرياض. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام.